السوبر الافريقي هيتلعب فين؟ الملعب. في مشكله بشان الملعب. الاتفاق الرسمي مباراه الاهلي والزمالك في الرياض يوم 27/9 الجمعه الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. الملعب عليه مشكله. ليه؟ الاتحاد الافريقي عايز يختار ملعب يسع لجماهيريه مباراه الاهلي والزمالك، وده حاليا في الرياض مش متاح. في ملاعب في الرياض داخله في اطار الاصلاحات والصيانه، ودي ملاعب كبيره، وفي ملعبين منهم ملعب اتلعب عليه نهائي كاس مصر اللي هو الاول بارك اللي كان ملعب نادي النصر اعتقد، اول بارك النصر، وفي ملعب السعوديه مرشحاه ملعب الكينج ارينا ده ملعب نادي الهلال. اتعمل مرتين اجتماع زوم ميتنج بشان الملعب. الناس في الكاف عايزه ملعب مساحته اكبر طبعا، عايزه تعمل فعاليات لمباراه كبيره زي دي بشكل افضل. فما استقروش على الملعب. الجانب السعودي طلب من المسؤولين في الكاف، طب تعالوا اعملوا زياره للرياض تشوفوا الملاعب بشكل ممكن يكون فيه ادق اكتر وتشوف الملاعب. انت ممكن بتسمع ان الملعب ده ساعته 30,000 متفرج، فانت لا بلاش ليه اخد ملعب اكبر، لا لما تيجي وتبص تشوف الملعب وتشوف امكانياته وتشوف الفعاليات اللي هتبقى موجوده حوالين الملعب ممكن توافق. فلغايه اللحظه دي ما اتفقوش على الملعب. بس انا عجبني هنا حاجه مهمه جدا حصلت. مهم جدا نقارن ما بين تنظيم نهائي كاس مصر وتنظيم سوبر الافريقي. لان انا لما مباراه الاهلي والزمالك اتلعبت في السعوديه كنت اتمنى تتلعب في ملعب كبير. وزعلت جدا ان هي اتلعبت في ملعب الاول بارك، ملعب سعته 20-25 ألف متفرج. ملعب صغير جدا. يعني مش قيمه الاهلي والزمالك. الاتحاد الافريقي عشان عارف قيمه الاهلي والزمالك محتاج ملعب سعته ما تقلش عن 40-50 ألف متفرج. وانت شايف انه الاقرب هيكون ملعب ايه؟ بص في رؤيه اتقالت بس اعتقد هتبقى صعبه جدا لان المباراه تحت رعايه موسم الرياض. فمش معقوله هيتلعب في جده. يعني في اراء اتقالت، طب ليه ما نلعبش في ملعب الجوهره المشعه؟ استاد نادي اتحاد جده، وده استاد اتلعب عليه كاس عالم انديه وملعب كبير جدا يسع جماهيريه الاهلي والزمالك، ولكن طبعا الموضوع هيبقى صعب جدا. فموضوع الملعب ما تمش الاستقرار عليه. وانا على فكره تابعت مداخله لاكس تامبر هنا معاك. كان اول امبارح اتكلم في موضوع الملعب وفي نفس الاطار قال نفس اللي انا كنت كاتبه، والنهارده برضو اكدت عليه ان الملعب لسه ما فيش اتفاق عليه. والملعب فيه مشكله بشان اختيار المكان المناسب لاقامه مباراه كبيره بحجم الاهلي والزمالك. فانا عجبني الناس في الكاف ليه؟ عايزين يدوا المباراه حقها، صح، عايزين يختاروا ملعب ومقدرين جيدا جماهيريه الاهلي والزمالك وفرحانين جدا على فكره السوبر اهلي وزمالك، فرحانين مبسوطين جدا. وعلى فكره المباراه دي جابت ارقام ماليه للاتحاد الافريقي لا تتخيلها، صح. ولكن النهارده احنا بنتكلم في 14/8، خلال اسبوع بالكثير هيتم حسم الامر. وانا واثق الماتش هيتلعب في الرياض، لان الظروف اكيد يعني هتلعب فين؟ خلاص في ملاعب كتير في المملكه على فكره كبيرة. دخلت في اطار الصيانه عشان مش هتعمل رياضه. بالظبط كده.